وانا ما افوتش ثاني. دياب لازم ينقتل الليله. ما تستعجلش على القتل يا عمي، بكره القتل يبقى بالكوم وما نعرفش مين هيفضل عشان يطلب الخواجات. يعني ايه؟ يعني يبقى هم اللي سرقوا فلوسنا وهم اللي جابوا النقطه لكبيرنا لاخوي ونفوتهم كده؟ لا، لازم يموت، لازم يموت الليله. السر دلوقتي بيجي بيننا احنا الثلاثه، وما ينفعش يوصل لاي حد في النجم، لان لو وصل الناس مش هنعرف نسيطر عليهم، وخصوصا عم غاوري. ارجته من الاتهام وهتخليه يلوش ويدور ضرب النار في البندريه على ولا من غير تفكير. قول اي حاجه انا معاك، لكن دياب لازم يموت والليله. اي حاجه غير كده هقتل وحدي، ان شاء الله حتى اروح فيها. دياب انا اللي هقتل، وقدام اهل النجع كلهم، بس مش الليل. لا، وانا ما افوتش ترنا يبات الليل، ودياب هقتله، يعني هقتله والليله. عمي هقتله، عمي هقتله. يا زوج هات الفلوس وحصلنا. يا عم اصبر بس، استنوني. الجنية تعبت فيا. ست وجيدة، ست عديلة، ست نسمة، فيه فلوسنا الحلال راجعة. أحمدك واشكر فضلك يا رب. الحمد لله. حاجتني يا ولاد، الفلوس الحلال عمرها ما تنحرق ولا تتسرق. بس يا عمي وصلي على النبي. قل قل يا عمي لقدرك ايه؟ بركة في مناع هو اللي دلنا على صاحبه اللي يفكر فيه. أمام كيف؟ يعني يسرقنا ويجي يضيف عنا البجعة دي؟ اتصبري اتصبري يا خالتي، نعرف بس ايه اللي حصل. لا مش همام، هو دياب ما فيش غيره، لان همام كان برا النجع وقت ما اتسرقنا. انا ما عارفش انت ليه حصلتني ومنعتني من قتل دياب. ما انا قلت لك انا وانت نعرف بالعقل انه دياب، لكن ما فيش عندنا اي دليل، وهو ان حاجه في بضاعه زي دي انه ينكر. احنا مش لسه هنحقق معاه عشان ينكر ولا ما ينكرش. كفايه ان انا وانت متاكدين ان هو اللي عملها ولازم ينقتل. جراير عملته الخسيسه دي. انا قلبي حاسس ان الحجاب ده لدياب وهتثبت التهمه عليه. وما كانش لدياب يبقى بريء. قصدك يا ولدي؟ انا هنصب محكمه قدام اهل النجع كلهم، وهخلي اللي عمل الحجاب ده يقول الحجاب ده لمين، والحكم يبقى للجميع. وكده نجنب النجع كله الوقوع في الدم. انا مش عارف اوصل للوجاني لحد دلوقتي. للاسف لوجاني عنيد زي اخو جيكوب، وانا خايف ان هو يقف قصاد مناع فمناع يقتله. طب تحاول تتصل بفريمان يمكن يكون عنده حل. انا بلغته بس قال لي ان فاضل له 24 ساعه لبال ما يوصل النجا. لو مناع قتل لوجاني لازم نقتله. يا ريت كنت اقدر، ده انا كنت فشيت غلي منه. ايه تقصد يا بروف؟ تفتكر المنظمه هتهد مشاريع بمليارات الدولارات عشان ثلاث اشخاص؟ دي هتطلب مني ان انا احمي حياه مناع. اللي خلى مناع يعارض وجود لوجاني في النجا بياكد صعوبه ترويضه، حتى لو روضناه مش ممكن يبقى معانا زي ما احنا عاوزين. انا لو قلت للمنظمه ان مناع مفيش منه فايده هيخلصوا عليه في 24 ساعه، بس عشان خاطر انا ماسك خيوطه كلها في ايدي مش هعمل كده. اهو ممكن اضحي بواحد غبي زي لوجاني بس ما طلعش الخيوط من ايديا. يبقى الامل الوحيد ان لوجاني يكون عاقل. اكيد هيبقى عاقل، لانه من غير حمايه هناك لو قتلوه هيموت وهيندفن ومحدش هيسال فيه ولا يعرف عنه اي حاجه. جرب تتصل بيه.